بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم كل متابعين مزرعة بلاط في جميع أنحاء العالم. فيديو اليوم فيديو مهم جدا وقوي جدا عن موت الأرانب، موت الأرانب أو النفوج في الأرانب لصغار المربين أو كبار المربين كمان. طيب، الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه؟ عن اللقاح التسمم الدموي الفيروسي اللي بيسيب الارانب وممكن يسبب من 80 من 50 ل 100% من قطيع الارانب. ماشي يا شباب، يبقى فيديو اليوم بكل سهوله الطريقه الصحيحه لتلقيح الأرانب ضد التسمم الدموي الفيروسي. بنلقح كل كام شهر أو بنحصن كل كام شهر، ومدة التحصين كام شهر، وبنحصن إمتى، وإيه موانع التحصين. هنسمع دي كله إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش الاشتراك، ما تنساش تتك سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديو جديد. وطبعا عاوزين التعليقات، وأي حد عايزنا نتكلم عن أي مرض معين في مشروع الأرانب يكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله بإذن الله نبقى عند حسن ظنكم وهنتكلم عن الحاجة اللي انتوا عايزينها. أول حاجة النهاردة يا شباب، أنا عايز أحصن تسمم دموي فيروسي. أول حاجة، احنا هنا نوعين من اللقاح عندنا، ثلاث أنواع من اللقاح: المستورد، وده بيتلقح كل سنة مرة واحدة، كل سنة مرة واحدة، وعندنا تحصين العباسية بنلقحه كل 6 شهور مرة واحدة، وعندنا التحصين دي بتوع دكتور عبد النبي طاحون بنحصنه كل 4 شهور مرة واحدة. طيب، أنا بعمل إيه في الثلاث تلقيحات؟ لو حصنت الدكتور عبد النبي طاحون بحصن كل 3 شهور مرة، ولو لقحت حصنت بتحصين العباسية بحصن كل 4 شهور مرة، ولو حصنت بيه أو لقحت بيه التحصين اللي هو الفيروسي تسمم الأرنب الفيروسي، لو لقحت السنوي اللي هو المستورد بنلقحه كل 9 شهور مرة. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان طبعا يا شباب احنا ما بنستناش لما وقت الفيروس يجي وبعد كده بنحصن، بندي نفسنا فترة زمنية معينة يبقى عندي التحصين مغطي بعضه. طيب، لو انا عندي الفيروسي في المكان بالفعل، يعني انا عندي رحت لقيت ارانب بتموت ورحت شرحت لقيت عندي ارنب عندي تسمم دموي فيروسي، اعمل ايه؟ هتحصن برضه، هتحصن في نفس اليوم، بس هتحصن بطريقه تانية. هنعرفك تعمل ازاي. هنعرفك دلوقتي الطريقه الاولانيه اللي انت لو بتحصن لو مفيش عندك اي مشاكل. اول حاجه بندي املاح معدنيه، اهيت دي املاح معدنيه شباب، 1 سم على كل لتر ميه قبل ما بنحصن بيوم، كلام سليم. ودي فيتامين هي سيلينيوم، ودي فيتامين ألف دال، طبعا دي كوكسيديا ما بنديش منه، ما ينفعش تدي اي مضادات حيوية او اي. 1 سم ألف دال 3 ايه، 1 سم هي سيلينيوم مع بعض، الاتنين مع بعض في مية واحدة، سنتي من ده على اللتر وسنتي من ده على اللتر، يعني لو بتسقي 100 لتر هتحط من دي 50 سم ومن دي 50 سم مع بعض في يوم التحصين، يعني بعد التحصين. واملاح معدنيه قبل التحصين بيوم، يبقى قبل التحصين بيوم بندي املاح، بعد التحصين او في يوم التحصين بندي الف دال، وهي الف دال وهي سيلينيوم، ودي مستورد يا جماعه قوي جدا، لان في حاجات مش كويسه في السوق، خلي بالك وانت بتشتري اي فيتامينات، بص على مده الصلاحيه وبص على التركيز بتاع الفيتامينات، كلام سليم يا شباب. طيب، جبنا جزازه دي غسلناها غسله قويه جدا، وجبنا التحصين اهوت بنرده جيدا وبنحطه هنا عشان نعرف نتحكم في السرنج، اما نقفل كده نعرف نتحكم في السرنج، كلام سليم. وجبنا سن الجيد اهوت واسع، سن واسع يا شباب، استعملنا سن واسع اهوت عشان التلقيح بيبقى فيه بكتيريا، شايفين البكتيريا جوه اهيت دي، او هو التحصين، ما ينفعش سن رفيع ما تتحصن بيه، ما ينفعش تحصن بسن سرنج عادي، لازم تحصن بسن تخين زي دي. طيب، احنا في حاله ان ما فيش اصابه بنعمل كده. طب بندي مضادات حيويه قبل التحصين بكام يوم؟ اقل شيء 3 ايام،
طيب بندي المضاد حيوي بعد التحسين بكم يوم؟ اقل شيء اسبوع، اقل شيء اسبوع. يبقى ممنوع اي، ممنوع اي مضادات حيويه قبل التحسين بثلاث ايام او اربع ايام، وخصوصا طويل المفعول ماشي. وبندي بعد التحسين لو عايزين ندي اي حقن مضادات حيويه بنديها بعد التحسين، بعد التحصين او بعد التطعيم او بعد التلقيح على حسب الدوله اللي انت منها، الفيروسي التسمم الفيروسي الاجنبي بندي بعده من اسبوع لعشر ايام. كلام سليم يا شباب؟ كلام سليم. طب في حاله الاصابه بنعمل ايه؟ بنجيب لكل ارنبه سن زي ده، كل ارنبه سن زي ده، وبنحصن وبنحرق المزرعه كلها، بنحرق السلك دي وبنحرق اي حاجه في المزرعه علشان نضمن كفاءه التحصين او التلقيح. طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم. طب هنلقح الارانب الهين، يعني الارانب اللي انت بتلقحها الهين بنلقح من الارانب الاحلال والامهات، ما بنلقحش الفطام. لو ظهر حالات موت فطام، لو ظهر حالات موت فطام بالفيروسي بنحصن الفطام رخر، بنحصن يعني الارنب اللي زي دي بتحصن، الارانب دي بتتحصن. لو حصل لو مفيش في حواليا في اي مزرعه فريحي، لو مفيش في اي مزرعه فريحي فيروسي وفي اصابات في الفطام ما بحصنش الفطام. لو في اصابات فطام فيروسي فريحي لازم احصن فيروسي، الفطام رخرين. كلام سليم. يبقى التسمم الدموي الفيروسي او التلقيح لقاح التسمم الدموي الارنبي او النزفي الفيروسي بنلقحه، بندي نفسنا مجال، يعني دي بتلقح بنحطه كل اربع شهور بحصنه، انا كل ثلاثة، العباسية بنحصنه كل ست شهور بحصنه كل اربع شهور، المستورد اللي هو الاسباني بحصنه كل تسع شهور بدال سنة. يبني بدي فترة معايا، ادي معايا فترة، لان الفيروس يا شباب اما بيجي، الفيروس جالي هنا قبل كده وكان تسبب في موت القطيع بالكامل من فطام وامهات واحلال، ما كنتش بحصن نهائي، ما كنتش بحصن نهائي يا شباب. و الارانب ماتت كلها بلا استثناء، فمنظر ربنا ما يكتبوش عليكم جميعا. بنطلع نقول لكم على الحاجات المشاكل اللي بتحصل لنا عشان انتوا تستفادوا منها. كلام سليم يا شباب. يبقى دلوقتي عندك تحصين التسمم النزفي، لازم تدي نفسك فترة اقل شيء شهر او اتنين. طب انت حصنت الفيروسي ايه الانواع؟ حصنت عبد النبي طحون جاب نتيجة، حصنت العباسية جاب نتيجة، حصنت المستورد جاب نتيجة، يعني مش كل مرة هنحصن نفس التحصين ده، يعني المرة الجاية ان شاء الله هنحصن العباسية، اللي بعده هنحصن ده كده، يعني ما تثبتش على نوع تحصين واحد علشان لو الفيروس تحور او حصل في اي مشكلة يبقى انت تعرف تقضي على الفيروس. قبل التحصين بنسقي املاح والف دال، ويوم التحصين بنسقي الف دال وهي سيلينيوم. بعد كده بنحرق المزرعه بالكامل بالبشبوري، بنحرق المزرعه كامل. تعالوا بصوا كده اهوت، اهو البشبور اهو ماشي يا شباب، بنحرق المزرعه بالكامل للاحلال اهوت يا شباب. الأرانب إيه؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا أنا هحصن النهاردة علشان الأرانب كلها الأسبوع اللي جاي هتولد، يبقى أنا عندي الأرانب الأسبوع اللي جاي كلها هتولد، فهحصن الأرانب كلها بحيث إن الخلفات تبقى نازلة متحصنة. ما تنساش الاشتراك في القناة، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك عشان أخوك يستفاد، لأن في مزارع ياما بتموت اليومين دولت. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.